وصلنا بالفيديو السابق انه شفنا من سوينا الديتا بلوك باستخدام الديتا بلوك وزارد من نفذنا البرنامج شفنا انه البيانات مال الجدول ما تظهر رأسا عندي وانما احتاجينا التول بار هذا السمارت تول بار اللي هذا اللي الاوراكل توفره ودسنا هذا الكوماند اللي هو تنفيذ الاستعلام اللي هو اكسكيوت كويري يلا ظهرت البيانات عندي. احنا حاليا راح نلغي هذا التول بار وراح نبرمج الشغلات البي يعني بايدنا حتى نشتغل نبدي نشتغل من الصفر. فهذه البيانات نريدها تظهر رأسا اذا اردنا من نشغل الفورم مالتنا او البرنامج مالتنا نريد البيانات تظهر رأسا بدون ما ندوس اي شيء. فحتى نعرف نسوي هذا الشيء لازم نتعلم فد شيء يسموه التريجر. بالفورمز بلدر اكو فد مفهوم يسموه التريجر. التريجر هو مثل مفهوم الايفنت بقية لغات البرمجة الحديثة. مفهوم الايفنت اللي هو الحدث، الحدث اللي يصير بالبرنامج مالتك يسموه بالهنا بالفورمز بلدر يسموه تريجر. يعني اذا مثلا عندي هنا فد كوماند، اذا عندي كوماند وادوس على الكوماند هذا معناته تريجر، انه من دست على الكوماند حدث هذا التريجر. التريجر هو المكان اللي اخلي بيه الكود، الكود مال اس كيو ال والكود البي ال اس كيو ال، وانا اكتبه بداخل التريجر. اذا التريجر هو الحدث اللي يصير وهو المكان اللي اكتب بيه الكود. يعني هذا الكود اللي اكتبه بالتريجر شو وقت يتنفذ هذا الكود؟ من يحدث التريجر. مثلا عندي طبعا الفورمز بلدر بمجموعه كلش ضخمه من التريجرز الجاهزه، يعني مثلا اول ما يشتغل البرنامج اكو تريجر خاص بي. مثلا اذا عندي كوماند من ادوس على كوماند، اذا ادوس على الكوماند اكو تريجر. مثلا اذا الماوس داست على هذا الايتم كليك واحد هذا تريجر. اذا مشت الماوس على هذا الايتم هذا هم تريجر. اذا دست مثلا حرف بالكيبورد هذا تريجر. فذني كلها عباره عن تريجرات جاهزه موجوده بالفورمز بلدر اقدر اكتب بها الكود، والكود ما يتنفذ الا يحدث هذا التريجر. هسه من راح ناخذ امثله راح يتوضح اكثر، بس لازم قبل لا ناخذ امثله انه اعرف اكو عندي بالفورمز بلدر ثلاث مستويات من التريجرز. عندي ثلاث مستويات من التريجرز، واحد اعلى من الثاني. اول مستوى الاعلى شيء يعني هو هذا، اذا نلاحظ بالاوبجكت نافيجيتر اللي قلنا هذه اهم شاشه بالبرنامج، اكو التريجرز اللي على مستوى الموديول. هاي تريجر على مستوى الموديول، يعني هذا التريجر على مستوى البرنامج ككل. هذا التريجر على مستوى البرنامج ككل. عندنا مستوى اوطى من عنده اللي هو التريجر على مستوى شنو؟ على مستوى البلوك. هذا الاخضر هو بلوك نتابع للديتا بلوكس اللي هو يقابل الجدول. فهذا التريجر على مستوى الجدول او على مستوى الديتا بلوك، لان قلنا الجدول من يجي للفورمز من الاس كيو ال للفورمز بلدر نسميه ديتا بلوك. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث على مستوى شنو؟ الايتم. يعني هذا التريجر خاص بالايتم اي دي اللي هو هذا. مثلا هذا التريجر خاص اذا اضيف تريجر هنا، يعني هذا عنوان اقدر هم اضيفه مثل ما نضيف اي اوبجكت. فاذا اضيف تريجر هنا يكون خاص على النيم وهكذا. اكو ايتمات طبعا مو كل ايتمات بيها تريجرز، بعض الايتمات بيها تريجرز وبعضها ما بيها، بس البلوكس دائما كلها بيها تريجرز، الموديول دائما بي تريجرز. فاذا نلاحظ انه ثلاث مستويات، على مستوى الموديول او على مستوى البرنامج، على مستوى الديتا بلوك، وعلى مستوى الايتم. واذا نلاحظ انه ذني اذا مثلا دسنا رايت كليك على هذا رايت كليك، اكو فد شيء هنا بالقائمة يسموه سمارت تريجرز. سمارت تريجرز هذه فد قائمة تحتفظ باكثر التريجرز يعني استخداما. يعني على مستوى اذا نلاحظ على مستوى البرنامج شنو التريجرز الموجودة؟ وين نيو فورم انستنس، هذا فد يعني فد اسم محجوز للتريجر من يشتغل البرنامج، اول ما يتنفذ البرنامج هذا التريجرز يحدث. فهو حاليا ما بي كود، اذا اكتب بي كود هذا الكود راح يتنفذ اول ما يشتغل البرنامج. هذا مثلا اسمه بري فورم، هذا بوست فورم، او اكو اذرز. اذا ندوس اذرز راح نشوف لسته كلش ضخمه من التريجرز الجاهزه الموجوده. هاي التريجرز على مستوى شنو؟
على مستوى الموديول. هنا هذا الموديول تريجرز. اذا نشوف على مستوى البلوك راح نشوف اكو بعض التريجرز المشتركه واكو بعضها تختلف. مثلا اذا اروح على سمارت تريجرز، اذا اشر على هذا تريجر مال بلوك واروح على سمارت تريجر راح اشوف اكو قائمه تختلف. هناك كانت one new form instance، هنا شنو one new block instance، فهذا غير تريجر. هناك كان اكو pre form، هنا pre block post block. واذا ادوس على الاذر راح اشوف التريجرز دن كلهن على مستوى شنو، على مستوى البلوك. وطبعا الايتم هم نفس الشيء، اذا اروح للايتم فراح اشوف مجموعه من التريجرز الخاصه بالايتم. فهسه احنا شنو نريد؟ نريد من ننفذ، من ننفذ البرنامج اريد الاكسكيوت كويري تتنفذ. هاي الاكسكيوت كويري اللي دسناها بهذا التول بار تتنفذ اوتوماتيكيا. اذا حسب رغبه الرغبه مال المبرمج شنو يريد؟ يريد البيانات تطلع راسا على مستوى الفورم. اذا لازم التريجر مالتي يكون على مستوى الفورم او البرنامج، لان قلنا البرنامج شنو اسمه؟ اسمه فورم. زين راح اضيف تريجر. يا تريجر طبعا اهم شيء، اهم شيء بالفورمز بلدر انه اعرف وين يعني وين اخلي الكود مالتي، على يا مستوى، هذا اهم شيء. ورا ما اعرف المستوى لازم اعرف يا تريجر، لان مثل ما شفنا اكو هوايه تريجرز وراح نتعلمهن يعني اثناء الاحتياج لهن. يعني مو معقول انه واحد يجي يشرحهن وحده وحده حسب الاحتياج. وهي اصلا يعني من الاسماء مالتهن شنو؟ مبينات، نقدر من الاسم مالتها نعرف هذا الشيء يسوي. يعني هذا مثلا كي اف 6 يعني شنو؟ يعني اليوزر من يدوس بالكيبورد اف 6 راح يتنفذ الكود اللي راح يكتبه وهكذا. فاحنا شنو نريد؟ نريد من يتنفذ البرنامج، وهذا التريجر شنو اسمه؟ اسمه when new form instance. يعني اول ما تشتغل البرنامج نفذ لي الكود اللي راح اكتبه هنا. فاذا حد اول شيء حددت المستوى انه انا المستوى اريده على مستوى البرنامج. ثاني شيء احدد التريجر يا تريجر اريده على هذا المستوى، اريد من يشتغل الفورم. فاذا ادوس كليك ايش راح تنفتح؟ راح تنفتح هذه النافذه المهمه. هذه النافذه قلنا احنا الفورمز بلدر مو بس بي اوبجكت نافيجيتر ولاي اوت اديتر، ببعض النوافذ اللي راح نشوفها اثناء ما نبني البرنامج مالتنا. هذه النافذه يسموها بي ال اس كيو ال اديتر، هذه النافذه اللي اكتب بها الكود. اذا اكتب هذا هنا راح اكتب كود، هذا الكود لمن تابع يكون؟ يكون تابع لهذا التريجر. يعني هذا الكود اللي راح اكتبه يتنفذ من هذا التريجر يصير. وحسب المثال اللي هسه بدنا نشتغل به، هذا التريجر ايش وقت يصير؟ يصير من يشتغل البرنامج، اول ما يشتغل البرنامج يتنفذ الكود الموجود هنا. واذا نريد هنا نشوف انه هذا هو تريجر فورم ليفل على مستوى الفورم، يعني على مستوى البرنامج، واسم التريجر شنو؟ when a new form instance. اجي اكتب الكود هنا، الكود شنو اكتبه؟ احنا نريد ننفذ select star from اسم الجدول حتى تظهر البيانات. بس طبعا ما نقدر نكتب select star from اسم الجدول لانه مو كل اعازات ال SQL تشتغل هنا، اكو بعض لازم يصير في التحوير، اكو شغلات مختصريها فد يعني فد دوال جاهزه. select star from اسم الجدول وين خليها؟ خليها في جمله اسمها execute underscore query. هنقول هذه فد فانكشن معينه او هاي شنو وظيفتها؟ انه تسوي سلكت ستار على الجدول حتى تعرض البيانات. فهذه شنو؟ هذه عباره عن يعني كلمه محجوزه تنكتب بدون فراغات اكسكيوت كويري. طبعا اذا اريد اتاكد، هاي شاشه البي ال اس كيو ال، اذا اريد اتاكد انه هذا الكود صحيح اقدر اسوي هذا يعني كومبايل له. فما دام ماكو ايرور وهنا يقول لي تم التجميع بنجاح، اذا هذا الكود صحيح. هسه اذا مثلا اذا اكتب فراغ، اذا اكتب فراغ اذا اسوي كومبايل راح يطلع لي ايرور يقول هذا غلط. فاذا لازم انه قبل ما انفذ البرنامج كل ما اكتب كود لازم نشيك الكود مالتنا صحيح لو غلط. فاذا انتهى الموضوع، كتبت هذا الكود اسد هاي النافذه، هذا التريجر سويته هذا على مستوى الموديول. واذا اريد اعرض الكود مالته اما دبل كليك او رايت كليك على التريجر واختار بي ال اس كيو ال اديتر راح يطلع الكود اللي كتبته اقدر اعدل عليه. فاذا ننفذ هسه الفورم مالتنا او البرنامج مالتنا
هسه راح يشتغل اثناء التنفيذ، راح يشتغل التريجر اوتوماتيكيا وينفذ الكود اللي بداخله. من راح يشتغل راح يشوف بداخله كود، شنو هو الكود الموجود؟ الكود الموجود هو اكسكيوت كويري. فمن يجي اكسكيوت كويري راح تجي البيانات بدون ما احتاج هذا التول بار، اوتوماتيكيا اشتغلت البيانات اجت من الجدول. مثلا اذا اردت اضيف فد كوماند هنا، فد كوماند هنا يخرج لي من الفورم، يعني يسوي عمليه اكزيت حتى نعرف شلون نستخدم تريجر على مستوى الايتم. فشنو اسوي؟ اجيب كوماند اخليه هنا ارسمه. طبعا هذا الكوماند راح يتكرر، راح يصير 10. ليش راح يصير 10؟ هاي راح نعرف، يعني لانه هذا الكوماند ما دام تابع لهذا البلوك، هذا البلوك سويناه بالديتا بلوك ويزارد، واحنا بالديتا بلوك ويزارد من اختارينا شنو سوينا هذا على شكل تابيولر، وقلنا كل ريكورد بي لازم او كل ايتم بي لازم تكررها 10 مرات. فاي شيء احطه هنا تابع لهذا البلوك راح يتكرر 10 مرات. ليش؟ لانه اذا نلاحظ خاصيه، اذا نطلع البروبرتي مال البلوك، ندوس على اسم البلوك ونطلع البروبرتي، اكو فت خاصيه اسمها نمبر اوف ايتم او نمبر اوف ريكورد ديسبلايد، نمبر اوف ريكورد ديسبلايد ايش قد هي؟ 10. فهذه ما دام 10 يعني كل ذني اي ايتم اخليه تابع للبلوك راح ياخذ 10، يعني راح ياخذ البروبرتي 10. فاذا اريد هذا، طبعا ما معقول انه هذا يصير 10 لان انا اريد بس واحد، فاروح على الايتم نفسه رايت كليك بروبرتي، تطلع لي بروبرتي باليت مال هذا الكوماند، فنفس الخاصيه هي موجوده اللي هي number of item displayed. ما دام هي صفر شنو معناتها؟ معناتها هذه ما أخذها من البلوك، يعني مو معناتها صفر لأن احنا نشوف هنا قد 10، فإذا محطوطة صفر معناتها الخاصية ما أخذها من البلوك، فأقدر أكتب 1 فراح يصير عندي command 1. طبعا ونقدر نغير اسمه من البروبرتي. طبعا خاصية النيم، هذه النيم هي الاسم البرمجي، يعني اذا غير هاي النيم راح يتغير هذا، هذا اللي موجود هنا الظاهري هو يسموه الليبل، هذا الليبل. فاقدر هنا انا اكتب exit program، انا راح اسوي command حتى يخرج من البرنامج. طبعا مجموعه من اقدر اخلي بصوره، اقدر اغير الوانه الى اخره من البروبرتيز، يقدر واحد يجرب بيهن. زين، هسه حكينا على تريجرز. هسه شنو اريد؟ اريد من ادوس هذا الكوماند، من ادوس عليه يطلع من الفورم. فاذا التريجر راح يكون على مستوى هذا الكوماند، اذا راح اخذ التريجر اللي موجود على مستوى هذا الكوماند اللي هو اسمه بوش بوتن 7، يعني اريد هنا تريجر. فاذا حددت مكان التريجر، ليش؟ لان انا اريد من اشغل البرنامج، من اريد اطلع ادوس على هذا البوتن ويخرج من الفورم. فاذا التريجر اللي اريده على مستوى الايتم اللي هو هذا، يا ايتم من عندنا لان كل ايتم بيها تريجر، انا اريد على البتن، فراح اكتب الكود بالتريجر مال البتن. زين، حددت مستوى التريجر. هسه يا تريجر من عندهن، اذا دوست رايت كليك اروح على سمارت تريجرز راح اشوف هوايه، يعني مجموعه من اذا ادوس اذر، فهو اشهر شيء هو هذا وين بتن بريست، يعني من ينضغط هذا البتن نفذ لي الكود الموجود بداخل هذا التريجر. فاذا اختار التريجر، فاذا اول شيء حددت مستوى التريجر، ثاني شيء حددت نوع التريجر انه انا اريد من ادوس هذا الكوماند. فاذا كليك، فهسه حاليا اذا نشوف هنا أنا هم فتح لي شاشه البي ال اس كيو ال اديتر، اكتب بيها الكود، اي شيء اكتبه راح يتنفذ على اليمن، راح يتنفذ هو تريجر على الاوبجكت ستودنت الايتم هذا، لان هو هذا بالتالي البوش بوتن 7 تابع لمن؟ تابع للديتا بلوك ستودنت. فهذا الكود راح يتنفذ على هذا الايتم. شنو نوع التريجر؟ نوعه هو هذا وين بوتن بريست. طبعا هم اكو داله جاهزه تخرج لي من الفورم اسمها اكزيت اندرسكور فورم، فارزه منقوطه، هذا فد كود جاهز يطلع لي من الفورم. فاذا اسوي كومبايل راح اشوف شنو، انه تم التجميع بنجاح، اذا هذا الكود صحيح. فيعني كلش مهم انه طبعا نعرف المستوى التريجر ونعرف نوع التريجر،
وبالنسبة للكود هو يكون بسيط، يعني الكود ما بي أي صعوبة، إنه مجرد شغلات جاهزة نكتبها، بس المهم نعرف وين نكتبها وعلى يا مستوى من التريجرز نكتبها. فهسه إذا نلاحظ هنا صار عندي تريجرين، يعني هذا على مستوى الموديول بي اكسكيوت كويري، وهذا على مستوى الايتم اللي كتبنا بيه. إذا ندوس رايت كليك بي ال اس كيو ال اكزيت فور، فإذا أنفذ مالتي البرنامج هسه راح يشتغل التريجر الأول باعتبار هو وين نيو فورم انستنس، راح ينفذ اكسكيوت كويري راح يجيب البيانات. التريجر الثاني ما يشتغل الا شو وقت الا ادوس على هذا الكوماند. من ادوس هذا على الكوماند هذا راح يسوي اكزيت فورم، راح يخرج من الفورم، من البرنامج مال الفورم. طبعا ما يخرج من البراوزر ككل وانما يخرج من الفورم. فهذا فشي مختصر عن التريجرز، وراح ناخذ بال يعني بالدروس الجايه مجموعه هواية يعني مجموعة كبيرة من التريجرز ونكتب بها الكود، بس لازم نعرف وين نكتب الكود ويا نوع من أنواع التريجرز نستخدم.